أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد والمهم. إن كنت من المتقدمين على برنامج الهجرة العشوائية لعام 2021 للوتر الأمريكية لعام 2023 ومهتم بمعرفة ميعاد وكيفية الكشف عن النتيجة من الموقع الرسمي والوحيد لإدارة الهجرة الأمريكية فأنت على الموقع الصحيح. ولو قدمت ونسيت بيانات التقديم أو رقم التأكيد Confirmation Number وتريد طريقة لاسترجاع هذه البيانات وأين هي الأخطاء التي قمت بها في ملف التقديم فلن تقبل وتضيع فرصة قبولك في الهجرة. فابقى معنا حتى آخر هذا الفيديو فسأقوم بشرح هذه النقاط حالا وبالتفصيل. وإن كنت أول مرة تشاهدني أرجو أن تضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد عن الهجرة، السفر، العمل والدراسة في كل بلدان العالم التي تفتح أبوابها للهجرة. إذن في عام 2021 افتتحت التسجيلات على اللوتري يوم 6 أكتوبر إلى غاية 9 نوفمبر، والنتيجة ستظهر ابتداء من يوم 7 ماي عام 2022. والتقديم كان على الموقع الرسمي والذي هو dvprogram.state.gov وهو نفس الموقع أين ستظهر النتيجة. والآن سأشرح لكم كيفية الكشف عنها من هذا الموقع. أول شيء ستقوم به وهو الدخول على المتصفح الذي ترغب باستعماله، وإن كان لا يستجيب فاعلم أن ذلك اليوم هناك ضغط على المتصفح، فيمكنك استعمال مثلا فايرفوكس أو جوجل كروم أو غيره، وإن كان لا يستجيب فغيره. إذن أول ما ستفعله وهو كتابة اسم الموقع، وكما سبق وقلنا فهو الموقع الرسمي والوحيد لإدارة الهجرة الأمريكية، فاحترس من أي موقع آخر والتي تسعى للنصب والاحتيال سواء يوم التقديم أو عند ظهور النتيجة. فنجد مثلا أشهر موقع نصب لشرح كيفية التقديم وهو هذا الذي يظهر أمامكم هنا الآن. إذن سنتأكد من الموقع الرسمي وندخل عليه، وهذا الرابط سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو. عند الدخول ستجدون فيه مقالات تفصيلية وشروحات لبرامج هجرة مختلفة حول العالم. أول شيء تجده على هذا الموقع وهو هذا الشعار على يسارك، ثم تجد على اليمين نتيجة لوتري 2022 وعلى اليسار نتيجة لوتري 2023. يقول لك أن نتيجة لوتري 2023 ستظهر في 7 ماي 2023 بحول الله، وأنت ستدخل من هنا طبعا، أي الذي يحمل نتيجة لوتري 2023 وليس 2022. فإن دخلت على نتيجة 2022 سيكتب لك Error. بعدها ستضغط على هذه الأيقونة وتنبثق إليك هذه الصفحة، ويقول لك هنا في الأعلى أن يلزمك تجهيز بياناتك للكشف عن نتيجتك. إذا البيانات التي تحتاجها للكشف عن نتيجتك، أولا الرقم الموجود في آخر الصفحة عند التقديم، وهذا الرقم تجده يبدأ ب 2023، ثم يكون هناك أرقام أخرى وحروف، وبعد قليل سأخبرك بكيفية استرجاع هذا الرقم إن ضاع منك أو ليس عندك، فابقى معنا. ثانيا وهو الاسم الأخير أو الاسم العائلي وليس الاسم الكامل. ثالثا وهو سنة الميلاد وليس تاريخ الميلاد كاملا. وبعد قليل سأخبرك أيضا بالبيانات التي إن فزت وأخطأت فيها فيمكنك إعادة تعديلها، فلن تضيع عليك فرصة الفوز بإذن الله. وبعد كتابة هذه المعلومات التي قلناها ستضغط على التالي وتكتبها في الصفحة التي ستفتح أو تظهر لك. أول شيء ستكتب الرقم التأكيدي Confirmation Number هنا، ثم الاسم العائلي تكتبه هنا، وأعيد الاسم العائلي فقط، وبعدها ستكتب سنة ميلادك، وهنا أيضا ستكتب فقط سنة ميلادك دون التاريخ، أي دون اليوم والشهر. فمثلا إن كنت من مواليد 1995 ستكتب فقط 1995،
وهناك شيء آخر وهو رمز التأكيدي، وهو عبارة عن كود متغير ويكفيك إعادة كتابته كما هو، وإن لم يظهر لك جيدا يمكنك تغييره بالضغط على الزر الموجود على يمين هذا الكود، وبعد إعادة كتابته ستضغط على Submit. وبعد ذلك سنكون قد أنهينا من إدخال كل المعلومات، وستظهر لنا صفحة من الاثنين، الأولى وهي التي تظهر لأغلب المتقدمين، وهي التي تحمل عبارة Has not been selected، ومعناه لم يتم اختيارك، وأنا أتمنى أنها لن تظهر لكم متابعي الكرام. والصفحة الثانية وهي التي تظهر للفائزين فقط، وإن شاء الله تكون من نصيبك، وهي التي ستظهر لك ويكون فيها بعد اسمك كاملا مع هذه الجملة كاملة: Congratulations, you have been randomly selected، ومعناه هنيئا لك، فقد تم اختيارك للهجرة العشوائية. وبعدها سيطلب منكم ملء بعض المعلومات، وإن كنتم مهتمين بكيفية التسجيل وملء هذه المعلومات بعد الفوز باللوتري الأمريكية، اكتبوا لي في التعليقات لأشرح لكم بالتفصيل كيفية التسجيل وملء كل هذه المعلومات. المهم، الشيء المهم بعد نجاحك، وهو هذا الرقم الموجود في الأسفل Case Number، أي رقم الحالة. وفي حالة أنك قد أضعت رقم التأكيد، فيكفيك الدخول على نفس الموقع كما تم شرحه في الأول عادي جدا. بعدها ستضغط على Forget Number، أي لن تقوم بكتابة رقم تأكيدك بما أنه ضاع منك. وبعدها سيطلب منك كتابة اسمك بالكامل، ففي المرحلة الأولى لما كان عندك رقم التأكيد سيطلب اسمك العائلي فقط، ولكن هنا في هذه الحالة ستكتب اسمك الأول واسمك العائلي كاملا. وبعدها سيطلب منك أيضا كتابة تاريخ ميلادك كاملا، وليس سنة الميلاد فقط كما في المرحلة الأولى، ولكن كن حذرا، فيجب كتابته بالطريقة الأمريكية، أي ستبدأ من اليسار بالشهر ثم اليوم ثم السنة. بعدها سيطلب منك أيضا كتابة الإيميل الذي فتحت به أو سجلت به على موقع القرعة الأمريكية. وأخيرا ستعيد كتابة الأرقام والحروف التي ستظهر لك هنا كما هي تماما، مع مراعاة إن كانت مثلا حروف كبيرة ماجسكول أو صغيرة مينسكول. والآن سأشرح لكم بعض البيانات التي يمكن تعديلها بعد الفوز، لكن بطريقة سريعة جدا. فإن أخطأت مثلا في الاسم وخاصة اسمك الأوسط فليس هناك مشكلة، وكذلك إن أخطأت في العنوان أو رقم الهاتف فليس بمشكلة أيضا، ولكن هناك بعض المعلومات ولا قدر الله وأخطأت فيها فلن يتم وليس باستطاعتك تعديلها بعد الفوز. وإن كنتم مهتمين بهذا الموضوع اكتبوا لي في التعليقات لأعمل لكم فيديو على هذا الموضوع بالتحديد إن شاء الله. هذه هي كل المعلومات لفيديو اليوم، أرجو أن يكون قد أفادكم وأعجبكم. إن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة. حظ موفق لكم جميعا، إلى فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.